نديرو ليكزيرسيس 6 من السيري 2. ليكزيرسيس 6 عندنا واحد عاطينا واحد زيد بريم ايكال هي الفا او كاري دو زيد. قالك حدد لي هاد الفا، حدد لي هاد الفا بحيث يكونوا اوموديتي، بحيث تكون اوموديتي. نذكروا بالكبريسيون اون جينيرال ديال اوموديتي اش ايكال هي زد بريم ايكال هي ك زد موان زد اوميغا بلس زد دو اوميغا. تكتب هادي ولا تكتب هادي؟ صافقي. كيفاش نحدو هاد الفا؟ كاين طريقة وحدة هي نقلبو على واحد بوان انفاريون، نقلبو عليها ومن بعد يعني بوان انفاريون يعني زيد ايكال زيد بريم، يعني بوان انفاريون زيد زيد بريم ايكال اش دو زيد، ولا ايكال هي اش دو زيد بريم. يعني هاد زيد بريم تولي هي زيد، يعني زيد ايكال هي زيد بريم في هاد الحالة. دونك تولي هي زيد ايكال هي الفا او كاري زيد موان الفا. متافق هذا؟ ردوا هادي اللي هنايا زيد موان الفا او كاري زيد ايكال، نحولو هادي تولي موان ايكال موان الفا. متافق؟ من بعد نعملو بزيد هي ام و الفا او كاري ايكال موان، يعني زيد ايكال موان الفا سيغ ام و الفا او كاري، يعني الفا سيغ الفا او كاري. عملنا بالموان و اختزلنا. قالك حدد لي الفا، الفا مناش حددها؟ هادي ما عندناش فيها مشكل، هاي فين عندنا مشكل؟ يعني الفا ايكال زير، كان بليك ان الفا ايكال ان و الفا ايكال موانز. وحنايا عندنا في هاديك في هاد لوموتيتي هاد ترانسلاسيون ها هو لوموتيتي. لوموتيتي باش معروف هو هذا المعروف ب ا ايكال ا ك ياك ابارتيان، ولكن ديفيرون دو موان زان اس ايكال ا ايكال او دوبل في كيساوي بي سير ان سير ان موان ا. خص يكون ديفيرون دو هاد جوج، يعني تكون ديفيرون يعني ديفيرون يعني ديفيرون. تافق يعني هذه خاصها تكون ديفيرون دو صفر. هاد اللي في هاد في المقام خاص يكون ديفيرون دو زيرو. من الاول خاصني نقول ديفيرون دو زيرو حيت المقام خاصو ديما يخالف الصفر. يعني دونك قالك جيب لي واحد القيمه ديال الالف. تافق
ومن بعد خاصو يخالف واحد وناقص واحد ياك. دونك راه هاد الترانسفورماسيون اللي مسمينها اللي مسمينها تي اي اومو تي تي لومو تي تي دو زيد. يعني خاصها تكون هادي الفا الفا اوكارمو الفا الفا اوكارمو انزا ديفيرون دو زير، يعني تكون ديفيرون ديال هاد الجوج. و لو بوان فيكس راه هي لو بوان فيكس شناهي، راه هي المركز. لو بوان فيكس في تي، لو بوان فيكس في تي راه هي المركز. يعني هادي زيد، هادي زيد كتساوي هي اوميغا، يعني كتساوي هي اوميغا، يعني كتساوي اوميغا كتساوي الفا، الفا او كاري موز. متافقين؟ هي اللي خرجناها. عندي نكتبو لا فورم اناليتيك ديال هاديك اش دو زيد، ولا هاديك نسمو حنا اش دو زيد. لا فورم اناليتيك، لا فورم اناليتيك، لا فورم اناليتيك. عندنا السونتر، لو سونتر هو اوميغا، لافيكس ديالها هو دوبلفي اللي خرجني قبيل. يعني اش دو زيد كتساوي هي ولا تي دو زيد كما كاتبين تمايا كتساوي هي هي زد بريم كتساوي ياكا زد موان زد دو اوميغا بليز زد دو اوميغا. تافقين؟ غنمشيو نديرو، غنمشيو نعاودو زد دو اوميغا. وكما عندناش ياك، كما عندناش، تافقين؟ نمشيو نرجعو لهاد ليكسبريسيون لي كاينة لهنايا. هادي غنشرو، هادشي غنشرو في الوسخ، غنشرو نوريكم علاش. يعني زيد بريم ايكال هي هادي في هادي، كا في زيد موان كا دو زيد دو دوفري بليس زيد دو دوفري. يعني هاد ليكسبريسيون اش كيساوي؟ كيساوي هو الفا او كاري زيد موان الفا. هادشي كلشي كيساوي الفا، وهذا كساوي كا، يعني كا كساوي الفا او كاري. يعني الفا او كاري زيد موان اوميغا هي الفا سيغ الفا او كاري موان زا بليس الفا في الفا موان زا. يعني كا كتساوي كانت بليك ان الارغيمون دو كا شحال كيساوي؟ كيساوي هو الارغيمون ديال الفا او كاري. يعني هي بتردد دوبي هي الارغيمون ديال دو الفا بتردد دوبي. تافقين؟ يعني هذا بوزيتيف، كا ديما بوزيتيف كيف ما بغا يكون الفا. يعني
argument du alpha كيساوي ديمين بوزيتيف، يعني رسم واحد الشكل اي ايغريك وعندك اكس، يعني كا غيكون لين. وهذا شحال كيساوي؟ كيساوي هو الزاوية شحال اللي هنا هي صفر، يعني صفر بليس دو كابي اي، صفر بليس دو كابي يعني صفر. كندير اللي درتي ثلاثة شرطات، اللي درتي ثلاثة شرطات كدير زيرو دو بي. إلا درتي أرغيمون ديال دو ألفا درتي تساوي يعني زيرو بليس دو كاب، زيرو بليس افيك كابارتيان كابريم، هادي كابريم باش متخلصش من هاد كا ابارتيان ان كابريم ابارتيان ان ماشي كل هنايا، يعني بارتيان ان مجموعة ان دونك تي اي اومو تي تي دونك تي اي اومو تي تي سي دونك تي اومو تي تي كتبوها سي سي خاص كو الفا او كاري موان زان ديفيرون دو زيرو اي الارغيمون ارغيمون دو الفا يعني اللي هنايا ارغيمون دو الفا ايغالا زيرو بليس دو كاب avec appartient avec a appartient k prime appartient à n هذه سير يعني argument دو alpha égal à 0 10 دو p argument 0 دو p. السؤال الثاني قالك هاديك تي في السؤال الثاني قالك هاديك تي ان او موديت دوني لو رابور كا اي دوني لو فونكس دو الفا اي كا لو بوان ان فاريو لو بوان ان فاريو دابري d'après le 1 سؤال k égale alpha a o a omega le double v égale هي alpha au carré sur alpha moins يعني هي k sur alpha سؤال ثالث خرج سؤال السؤال الثالث قال لك قال حدد الفالور دو الفا بور لكيل تي ان روتاسيون سي وي
et préciser la rotation entre alpha et le centre et le centre est l'argument de la rotation. اللي كانت روطاسي نرجعوا لهادشي. شوفوا الفيديو ديال لي ترانسفورماسيون سيميليتيد تفهموا كتا. نرجعوا للروطاسيون، هاي الروطاسيون او يعني الموديل ا، موديل ديال ا ايكال ا، وعندنا اللي في هاد الحالة ها هو ا، في هاد الحالة ها ا A z plus b، عندنا الفا او كاري z plus الفا اللي في كاين في التمرين، هي الفا او هي فين الفا او كاري ز الفا او كاري z مو الفا، هي ا z plus b شافرينغ، يعني هاد ا خاصنا نلقاو هاد الموديل ديال ا كساوي واحد، يعني عندنا انها ا او كاري شحال كتساوي، راه هي ا، هاد كا ايكالا الفا او كاري كتساوي هي ا، لكن اللي هنايا لكن حدو بيها هاد ا ايكالا ا ولا ا ايكالا كا ديفيرون دو موان زاو ا، هي هادي ا كنهضروا عليها هي ا زيد بليس بي، هي كتكتب سيغ لا فورم ا زيد بليس بي، صافي راه نقدروا نخرجوا ليك هذيك ا، نقدروا نخرجوا ليك اي هذه سيميلتي ديريكت، هي ا زيد بليس بي، هي ا زيد بليس بي، ا هي ا او كاري و بي هي و ب هي موان هاد الفا، الفا هادي الفا او كاري، و هادي ب ايكالا موان الفا، و ا ايكالا او كاري. يعني الموديل ديال ا كيساوي، يعني يولي هي الموديل ديال هادي او كاري، يعني درنا لها الموديل و هادي الموديل، يعني تساوي لي الفا، عفوا بلاتي، عندنا لين الفا ايكالا ا ايكالا الفا او كاري، ياك اللي بغينا يكون هذا، اللي بغينا يكون هذا راه روتاسيون، مش خاصو يكون الموديل ايكالا في هاد الحالة الفا شحال خاص يكون في هاد الحالة، يعني الفا او كاري ايكالا ان، يعني الفا ايكالا ان، حيت الموديل ديال زيد لي يكون كبر من صفر، يعني وقت دير ليه غاسين بليس موه ناخدو لي فيها البليس، وقت تكون هادي اوكاري يلا حنا حولنا لنا ولا الجيد بحال هكايا، يعني نديرو موه بليس، ولكن الموديل ديما موجب، يعني متافقين هاي الكونديسيون الاولى تحققت.
عندنا اي اوميغا مركز مركز الدوران هي الفا سيغ الفا او كاري موينز ما كيتغيرش هذا. حيت لا ميم ترانسفورماسيون زيد بريم اي ايغال الفا او كاري زيد مو الفا. دونك تي ان ان روتاسيون يعني سي يعني سي كو c'est que de c'est que c'est que le 230 nous dire tain rotation de centre oméga et oméga yani z du w égale alpha c'est moins 1 الارجيومون اي دارجيومون ارجيومون دو الفا في دو افيك دو ارجيومون الفا افيك الفا ديفيرون دو 1 اي الفا ديفيرون دو موينز علاش او موينز حيت اللي هنايا الفا او كاري موينز الا عوض لينا بي موينز تولي يا ان و ان و ان واحد ناقص واحد صفر. اذا ما يمكنش نحسبوا اللي هنايا فهمتي خاصنا ضروري نحيدو هاد دوك ترى خاصنا نحيدوهم اللي قلت اللي هنا راه محيدينهم اللي هنايا لا في لوموت محيدينهم اللي هنا السؤال الاول محيدينهم قال لك سيدي سؤال ربعة قال لك واش كاين شي فالور دو الفا شي فالور دو الفا لي كيلتي اي ان سيميليشي ان ديريكت. اصلا حنا زيد بريم ايغال زيد بريم ايغال هي الفا او كاري زيد
موان ألفا و سيميليتيد سيميليتيد ان ان سيميليتيد ديريكت اي سيميليتيد او سيميليتيد ديريكت كيفاش كتكتب ا زد ا زد بليس بي ممكنش لينا ممكنش ممكنش لينا يكون شي فالور دو الفا بحيث هذا تكون انديريكت مي ان بوسيبل حيت عندنا سيميليتي ديريكت فروم ا ا زد بليس بي عندنا تي ان سيميليتيد ديريكت هي في الاصل اصلا من سيميليتيد ديريكت ماشي نطاقو اي دونك il ne pas être et ne pas pas être une similitude. On chauffe l'exercice 7 sous un lacher. Ou à l'exercice 7 ou à l'examen 2018-2019 rattrapage. On va dire les tests à faire le vidéo. Mais qu'il y a rien sous un 5. هو اللي زايدينو في داك ليكزارسيس 7 اش قالك تما تروفي توت لي سيميليتي ان ديريكت هي اسوسي ا اسوسي ا لو بوان بي ا لو بوان بي يعني نشوفو السؤال 5 في ليكزارسيس 7 هذا اكزام 2018-2019 راتراباج سؤال 5 كيعطيني سيميليتيد انديريكت associé à le point B. Associé à le point B, il y a un S de Z de A, l'N. Égal à B, l'N, il y a un similitude DXX qui sert la forme Z2 prime égal à A, Z bar plus B. هادي شناهي زد بريم راه هي اس دو زد دو متفقين يعني هادي يعني اس دو زد دو ا زد بريم هي زد دو بي يعني زد دو هادي فيما كانت زد نعوضو بزد دو يعني زد بريم إيكال هي أ زد دو أ بار بليس بي يعني نعوضو هما قالك تخوفي السيميليتيد هذا نعوضو زد بي شحال كيساوي جوج موان إي إيكال أ زد دو أ هي إي بار ندير لها بار بليز بي إما نخرج أ ولا نخرج بي لي بغيت أنا بغيت نخرج بي ساهلة بي ساهلة دايا ب
بيش حول ال يعني ام اقت حول ال يعني دو موان ذا بلاتي نديرو لما بلاتي من نديرو شي هادي دو موان اي نحولو هادي هي موان هادي اي بار هي موان اي بليز بي علاش نحولو دركايا بي ايكالا نحولو هادي لهنايا دو موان اي بليز ا donc s de z égale à z prime yani z prime yani z prime égale à hiya a z bar yek plus h كلشي نكتبو ونعاود نكتبو يعني a z plus زد بار بليس هاد بي الخارجية دو مو اي بليس ا اي افيك ا ابارتيان افيك ا ابارتيان السي صافي هو السؤال خرج من كيقولك مثلا associer à l'origine le point A. Associer A à l'origine. L'origine, je ne vois pas A. 0, 0. Le point A. Yani, vous pouvez mettre A. Associer à l'origine. À l'origine. Le point B. Yani, S de A égale à Z de A. Yani, A. Z de O plus B. عقلوا لي اسوسي ما تنقول اس بوان اوريجين بحال هكا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.